داي وكان مدافع في اللقطة الماضية. الآن كرة عند اللاعب أبو طه إلى زريق، يعكس الكرة ومتابعة والهدف الثاني، الهدف الثاني وهدف التعزيز عن طريق انداي. انداي بمتابعة على ما شاره في خط الست ياردات، انداي يسجل. هناك فرحة، هناك فرحة عارمة، فرحة عارمة في المدرجات. هل هناك النتيجة تغيرت أم لا في استاد عمان الدولي؟ النتيجة لم تتغير، النتيجة لم تتغير، ولكن هناك هدفين مقابل لا شيء، هدفين تبعنا يعني فرحة مضاعفة من جمهور فريق الوحدات. هذا الهدف الثاني، هذا الهدف الثاني نشاهد متابعة كانت تسديدة في البداية من قبل ديارة، تصدى حماد الأسمر ثم تابعها بكل براعة واقتدار، تابعها اللاعب عبد العزيز انداي يسجل هدف التعزيز، هدف التعزيز، ويتقدم الوحدات بهدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. كرة الآن تصويبة من قبل محمد زين. إذن انداي